السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتنا مشاريع مصرية بأفكار كندية. لو انت جديد او انت جديدة في القناة ان شاء الله تعجبك قناتنا وسبسكرايب معنا. النهاردة ان شاء الله هنعمل هي فكرة تنفع مشروع من مشروع التجميل، من جزء مشروع التجميل، وتنفع لست البيت كتوفير، اللي هو ازاي استخدم بواقي الصابون في ان انا اعمل صابون تجميلي. دايما معروف ان بواقي الصابون بستخدمها لعمل صابون غسيل الاطباق. النهارده هنعمل بواقي الصابون اعمل بينا صابون تجميلي، بس انا بقول للتركيز، ويعني اهميه مهمه جدا، حاجه مهمه جدا، ان احنا لو هنعمله كمشروع لازم استخدم صابون جديد من المحل، ما اقدرش استخدم الصابون اللي انا استخدمته ليه طبعا للصحه كلها الاسباب تتعلق بالصحه. فلو انت هتعمليه من البيت للتوفير يبقى استخدمي بواقي الصابون عندك في البيت. لو انت هتعمليه ان كمشروع يبقى تجيبي صابون عادي زي لوكس او دوف واعملي بيه اللي هو الفكرة ده هي. تعالوا كده نشوف هنعمل ايه. اول حاجة هنا هعملها هجيب بواقي الصابون او صابونة كبيرة واقطعها قطع واحطها على النار. يبقى هنا ده بواقي الصابون او صابونة كبيرة واقطعها قطع. تمام، انا هاخد الصابونة التانية هنا واقطعها قطع علشان خاطر احولها زي ما قلنا لصابونة تجميلية، دي صابونة عادية خالص. تمام، اللي انا هعمله هنا بقى هحط شوية مية زي ما هنشوف واحطها على النار. حطيت هنا شوية مية يدوبك، يعني بالظبط كده ربع كوباية صغيرة خالص، بس عشان خاطر ايه تديني سيولة بس كده للصابون معايا، واحطها على النار واسيبها واقلبها لغايه لما يسيح الصابون خالص ونبدا نشوف هنعمل ايه. هنا شايفين الصابون بدا يسيح، لو احنا شايفين هنا بس لسه في قطع اهوت، انا ايه سايباها تسيح خالص لغايه لما اول ما الصابون يسيح خالص ابدا ارفعه على من على النار. شايفين هنا كده اهوت، وعلى نار هاديه مش هعلي النار. تمام، ممكن هنا لو لقيتي لسه بواقي صابون هنضربه هنا بالمضرب الكهربائي هنا، فانا هضربه وارجع لكم. يبقى كده بدا الصابون كله يسيح خلاص. هنا انا ضربته بالمضرب الكهربائي كده، يعني اديله ضربه علشان ما يحصلش اي يعني اي كلاكيع كده في الصابون، وحطيته تاني على النار عشان اضمن كل الصابون ما فيهوش اي كلاكيع وكله سايح تمام التمام. يعني شايفين هنا كده كله سايح تمام التمام، مش هزود ميه، انا هفضل صبر عليه لغايه ما يسيح كل الايه المكونات بالراحه. تمام، هنا خلاص ساح الصابون تمام التمام، هقسمه لي في بولتين، بوله فيها زي بشر ليمون، بوله فيها بشر ليمون زي ما احنا شايفين، وبوله تانية فاضيه. تمام، هحط هنا اول بوله تمام، وهنا تاني بولة. هو له سايل وله عجين زي ما احنا شايفين هنا، زي بالظبط كده عجين يعني تخين بس سايل. تمام، ادي هنا، هنا بقى اول بولة هحط فيها ايه، هحط فيها شوية ماء ورد وشوية زيت زيتون وعطر، يعني اي عطر انت حباه. حطيت هنا سويت اورنج استنشال اويل ده خالص، ده نجيب هنا ليمون، خلي الليمون للليمون هنا، وهنا ماشي بيبرمنت، اي عطر انت حباه، اسينشال اويل زيوت عطريه. تمام، وابدا احط بقى اللون، اللون عندي يعني الاخضر ملائم ليه جدا عشان فيه زيت زيتون. حطيت هنا الوان مايقة خضر، تمام، ادي اللي هو الصابون الاول. طبعا انا لازم
افركه جامد واخليه تمام التمام، ميكونش فيه اي كلكي، يعني يكون سايل جدا تمام. وكل ما جبتي صابون قوي من السوق وعملتي بيه، لو انتي مش هتعملي ببواقي الصابون هيكون اقوى برضو الايه الوصفه دهيت. يعني لو ما اعتمدتيش على بواقي الصابون وجبتي صابون زي دوف او صابون لوكس او صابون يعني يكون نوع حلو كويس في السوق، كل ما كان الموضوع جميل جدا معاكي. هنا الصابون التاني اللي هو هنحط عليه زي ما احنا حطينا بشر الليمون، هنا حطيت عصير الليمون تمام، وشوية من زيت اللوز ولون يعني ممكن نخليه غريب شوية، يعني على بينك شوية كده. هو يعني صابون ليمون بس انا حابه فيه يعني لون مختلف شوية. وطبعا الزيت العطري اللي هو الليمون، زيت الليمون تمام. وده برضو اقلبه تمام التمام عشان ياخد اللون بتاعه، وابدأ احطه في القوالب بتاعتي. ممكن ازود شوية مية ورد عشان يبقى سايل شوية معايا. وبرده فايدة مية الوردة ده زي ما احنا عارفين كبيرة جدا للايه للبشرة. هقلب المكونات وارجع لكم. هنا خلاص هبدا احطها في القوالب السيليكون بتاعتي بالراحه كده. شايفين عامله زي الكريم شانتيه اهيت كده، ناعمه خالص. يعني دي ما كملتش قوي بس ماشي تمام. اللي انا عايزه اقوله يا جماعه ان احنا لو هنعمل الصابون لاغراض تجاريه بنجيب الصابون الجاهز وابدا اشتغل بيه، لو هنعمله للبيت وعشان ما هضرش الصابون اللي هو بيبقى بواقي صابون عندي في البيت ممكن اعمله تجميلي ليا انا لنفسي، لكن لو هنعمله لاغراض تجاريه لازم اشتري صابون من بره جديد علشان خاطر طبعا الصحه. يعني ما ينفعش انا اعمل حاجه صحيا انا استخدمتها قبل كده لناس انا ما اعرفهاش، هي دي صحيا لازم ان انا ما ايه ما اعملش الكلام ده، لكن اجيب الصابونه جاهزه لو انا هعمل اغراض تجاريه. ده بس اهم حاجه باكد عليه تمام. شوفوا هنا الصابون، انا عايزه احط هنا شويه صابون لانه مش هيكمل صابونه كده تمام. الخطوه الجايه بقى هعمل ايه، ان انا هسيبه في الفريزر لمدة يعني ممكن 5 7 ساعات كده على بال ما يجمد الصابون خالص واجي اشوف الشكل النهائي بتاعه تمام.
احطه في الفريزر وارجع اشوف الشكل النهائي. وادي هنا الشكل النهائي بعد ما حطيته في الفريزر لمدة 12 ساعة. لازم يقعد في الفريزر لمدة 12 ساعة. تاني يوم على طول انا طلعته وطلعته من اول بالسيليكون وشكله جميل ومتماسك وتمام التمام. ابدأ بقى ان انا اغلفه لو هعمله ابيعه، وان انا زي ما قلت من اصل صابون عادي يكون زي دوف او لوكس، او من باقي الصابون على طول استخدمه للاستعمالي انا الشخصي لشعري لجسمي. طبعا انتوا عارفين فوائد زيت الزيتون وفوائد ميه الورد، فوائد ميه الورد والليمون للتبييض والتقشير وطبعا نظافه وازاله الجلد الميت. بس دي كانت فكرتنا النهارده. سبسكرايب ولايك وكومنت وفعل الجرس، خليك معانا دايما. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايمان غزال.